طب تخيلي بقى ان التبييض اصلا انواع الماتيريال. بس هسألك كمان طبعاً. لان في تبييض في العياده بيبقى في سيشن واحده، وفي تبييض لما بتلبس الـ زي البلاستيك ده على مدار اسبوع، ده اسمه الهوم بليتشنج. ده اسمه الهوم بليتشنج. وفي تبييض بشوفه معمول في ممرات المولات، برافو عليك، بيحطوا حاجه كده بتنور في البق، معرفش برضه ده انت تطمن له ولا لا. انا ما بطمنلوش الحقيقه كمان عشان التعقيم. لا التعقيم حاجه طبعا، برافو عليك. بس الهوم بليتشنج، ما هو التبييض نوعين، في تبييض كيميائي وتبييض ضوئي. الكيميائي ده اللي هو عباره عن جل بنحطه في التراي ده، بليتشنج تراي، حطه جواه بليتشنج جل. الجل ده بيعمل تفاعل، التفاعل ده يطلع بابلز كده فينضف السنان. التفاعل اللي بيطلع بابلز ده ممكن ياكل في المينا بتاعت السنان، ده بيضيع لستي. بشكر. يعني انا لما بعمله في البيت بقعد اسبوع لستي محروقه. لا عشان بنحط كتير كمان. تخيلي بقى السنان هتتاثر ومش مالهاش دعوه بالكميه. يعني انت ضد اللي بتعمل في هو الكيميكال بليتشنج مش كويس. طب انت مع الضوئي، الضوئي اللي هو الجل، الجل ده بنعمل له اكتيفيشن، بنحفزه بالاضاءه معينه الترا فايلت لايت، فيبدا يعمل يخترق السن. طب ما ده شبه اللي بيحصل في المولات، ما هو الاضاءه دي ايه بقى؟ نور ازرق، لمبه زرقاء، ولا هو الترا فايلت لايت؟ هو ايه؟ طب هو اصلا الاضاءه دي هي ليها تاثير، ولا هو جل كيميائي وبنحطه الاضاءه دي عشان الشو مثلا؟ ممكن وممكن يبقوا تبييض الترا فايلت، الله اعلم هم بيستخدموا انه جهاز ممكن كده. طب وانا لو تبييض الضوئي ده المفروض اقعد في السيشن دي قد ايه؟ هو ساعه الا ربع، ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، بنريح يعني في النص، تريح دقيقتين ثلاثة وتكملي تعملي السيشن الثاني. يعني عايز اقول لك ان نوع الجل بقى اللي بيستخدم في التبييض الضوئي اصلا ده انواع، وفي نوع غالي وفي نوع متوسط وفي نوع قليل، كلها كاتيجوريز، كلها كلاسيفيكيشنز. يعني ما اقدرش اقول مثلا هي عربيتك بكام، عربيتك اللي نوعها ايه بكام، فنقدر نحدد الكوست بتاعها ايه. زي ما بقدرش اقول هو انت عملتي زراعه، هو الزراعه بكام، مفيش حاجه اسمها الزراعه بكام، الزراعه اللي نوعها ايه بكام. لكن ايا ما كان نوع التبييض او التلميع لا يؤثر على صلابه ولا صحه السن على الاطلاق. لا لو كيميائي هيأثر، هياكل في المينا بتاعت السنين طبعا، ما دي مشكله. فبالتالي الفيدباك بعد كده في ناس يعني طالعه نازله حاطاه في باب الثلاجه انبوبه كده، ايوه، وتقوم حط يعني طول الليل والنهار تستخدمه علشان يقول لك يعني استني تبقى منوره كده، هي بتبقى منوره بس هو مش خطر. خطر طبعا طبعا، برضو ما زاد عن حده وانقلب لضده. ده المثل القاعده الشهيره بالنسبه لي في الاسنان، كل حاجه تتعمل كتير. لكن تبييض الاسنان للناس المدخنه بشكل كبير واللي بتشرب منبهات زي القهوه والشاي، بس اسنانهم بتبقى صعبه شويه، بيبقى لونها يعني مش اصفر طبعا. لا رايحين مرحله البني، فلما بتيجي تعمل لها تبييض وتلميع ده كله بيروح يا دكتور؟ الستينز بتاع الكافي طبعا بتروح تماما طبعا، حتى اللي بين السنان واللي في ظهر السنه ده بيتنضف كويس. ما هو بقى بيتعمل برضو ازاي؟ يعني احنا لما بنيجي نعمل بولشنج الاول بفرشه ومعجون كده صح كده، في جهاز بيضخ زي شلال كده من حبيبات رمليه صغيره عشان نعرف ننظف ان بتوين لما بنلاقي ما بين السنان غامق قوي، فلازم نعمله. هي برضو في الاخر ان البيشنت محتاج ايه فهنعمل له ايه. التشخيص، رجعنا لنفس نقطه هاو تو دايجنوز الكيس.